بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. رمضان مبارك، أعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وغفر لنا ذنوبنا وأتق رقابنا من النار. سنبدأ معكم هذه السلسلة تحت عنوان قصص وعبر، أي قصص من القرآن الكريم، ونستخلص العبر معا، وبإذن الله ستكون بأسلوب ميسر وسهل ليفهمه الجميع، ويستطيع الجميع أن يفهم هذه القصص ويستخلص منها هذه العبر. ولكن قبل أن نبدأ بأول هذه القصص، يتعين علينا معرفة معنى القصص. إن للقصص القرآني وقعا عجيبا في النفوس، وأثرا بالغا في القلوب، وأيضا فهي هذه القصص القرآنية من مقومات تربية النفس وتهذيب الأخلاق أيضا، لهذا جاءت تحت عنوان أحسن القصص، وهكذا وصف الله تعالى في كتابه العزيز: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا الكتاب. وهذا يقودنا إلى أن نقول بأنه يختلف عن القصص المتداولة ما بين الناس، أو ما ينتجه العقل البشري بشكل عام، حيث يشوبه الكثير من التناقض، الكثير من الأهواء النفسية، الكثير من السرديات والبطولات، وأيضا المبالغات الكثيرة. لكن القصص القرآني تخلو من هذه المبالغات التي تمجها النفوس وتنفر منها، وأيضا تأباها العقول، لأنها حق لا تتغير، وتقص الحقائق كما هي، على عكس القصص التي قد تتداول أو التي قد يختلف نقل الخبر لنفس الكاتب أيضا أو لنفس الراوي، قد يقول القصة مرارا وتكرارا، وفي كل مرة نجد الزيادة أو النقصان، على عكس ما جاء في القرآن الكريم. ومن هنا نميز ما بين القصص اللي هي القرآن الكريم والقصص. القصص هي ما ينتج أو ما ينتجه العقل البشري بشكل عام، بما يخلطه من خيال وأهواء وسرديات وغير ذلك. فما معنى القصص؟ القصص مأخوذ من القص، أي بمعنى قصه قصا، أي تتبع أثره. ومنه جاء في القرآن الكريم: وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره. وقالوا أيضا مأخوذ من القصص بمعنى تتبع الشيء شيئا بعد شيء، أو تتبع الأثر شيئا بعد شيء. ومنه فارتد على أثارهم، كما قال تعالى: فارتد على أثارهما قصصا، بمعنى رجع إلى الطريق الذي سلكه. وقيل بأنه قص عليه، أي أخبره. وقيل أيضا قصصت الرؤيا، أي أخبرته بالرؤيا. وقيل القص هو البيان. ومن هنا يقودنا هذا الكلام إلى التعرف أن هناك خصائص مميزة للقصص القرآنية تميزه عن القصص اللي هي المنتوج البشري. وهذه القصص، أولى هذه الخصائص أنه حق، يعني بمعنى آخر لا باطل فيه. وهنا لما نقول لا باطل، نفي للجنس والنوع، بمعنى آخر أن كلام الله هو حق لا يتبدل على مر الأزمان منذ أن جاء القرآن الكريم، لأنه يقول القصة الحقيقية على عكس النتاج البشري الذي يتعرض للنقصان والزيادة. فأحيانا يكون الكاتب أو المؤلف أو الراوي في مزاج معين يختلف عن المزاج الذي كتب فيه هذا النص، وأحيانا يتعارض، وأحيانا ينتقد، وأحيانا يعود فيقبل، فبالتالي هو متغير وفيه نقصان. وكما قيل: كل كلام سوى كلام الله فيه نقصان وزيادة أو تعديل. وأيضا من خصائص القرآن الكريم هو سمو التعبير والرقي، فمن المستحيل أن تجد في القرآن الكريم أو القصص القرآني أي كلام جارح، أو كلمات جارحة، أو نابية، أو ألفاظ غريبة أو مستهجنة، على عكس ما نرى من النتاج العقل البشري الذي يشوبه الكثير من غرائب الكلام. وحتى في بعض الكتب السماوية المحرفة تجد فيها الكثير من الكلام، ما هو نابي وما هو جارح، وقد يمس الذات الإلهية، وقد يمس الكثير من الأنبياء. وأيضا من الخصائص القرآن الكريم الإيجاز. عادة القصص القرآني دائما يأتي بإيجاز وبمعاني قليلة ولكنها غزيرة المعنى وواضحة المعنى، على عكس القصص البشرية أو النتاج البشري التي قد تكون فيها غامضة، بل أن هناك أسلوب ومدارس في الغموض، وكلما قرأت هذا النوع من القصص الغامضة ازددت غموضا. وأيضا من نتاج العقل البشري هو الهدف الواضح، ومن هنا جاء الكتاب مبين، يعني واضح
فبالتالي الهدف من القرآن الكريم ومن القصص القرآني واضحة جدا، إما بيان عاقبة المتقين أو المكذبين أو بيان فضيلة أو النهي عن رذيلة أو إخبار عن قصص سابقة، فبالتالي دائما هو الهدف واضح، ينطلق من نقطة لينتهي بنقطة معينة. ومن هنا يقودنا هذا الكلام أيضا لأن نتكلم عن فوائد القرآن الكريم، هل نزلت هذا القصص القرآني جاءت لملء صفحات المصحف أم أن هناك فوائد لهذه القصص؟ الحقيقة هناك ينطلي هذه القصص القرآنية على فوائد كثيرة جدا. من هذه الفوائد تثبيت المؤمنين، إذ يمر أحوال المؤمن بأحوال كثيرة جدا من الضعف، سواء من الضعف النفسي أو الضعف البشري أو القوة أو القوة المادية، فبالتالي جاء القرآن الكريم ليثبت المتقين ويقول أن العاقبة للمتقين. وأيضا من فوائد القرآن القصص القرآني أيضا هو الإخبار عن الأمم السابقة، لنتعظ ونأخذ العظات ونتعظ والعبر والدروس. فحينما يتكلم القرآن عن أمة سابقة بما فعلت ربما أهلكت نتيجة ذنوبها، يجب أن نتعظ من ذلك، وعلى العكس إذا نجت هذه الأمة يجب أن نتعظ بما فعلت لكي تنجو، كقوم يونس عليه السلام مثلا. وأيضا جاء القرآن فوائد القرآن الكريم كثيرة حقيقة، ولكن من أهمها وآخرها يعني أقول يعني وأكتفي بهذا هو تصحيح المفاهيم، حيث كانت الكثير من المفاهيم سائدة قبل نزول القرآن الكريم وقبل الإسلام بمفاهيم مغالطة. من ضمن هذه المفاهيم مثلا الإيمان مثلا وجود الله تعالى والشركيات التي كانت قائمة مثلا قبل الإسلام. ثم من ضمن هذه المفاهيم أنه كانت مثلا العزة والشرف والكرامة هي في المنصب وفي المال وفي الجاه، ولكن لما جاء الإسلام أبطل ذلك وجاءت الكرامة والشرف للمتقين، فبالتالي يمكن أن يكون الجاه والمنصب والشرف كل هذه الأمور لتسوقك إلى النار إلا إذا كنت من المتقين. والكثير من المفاهيم الخاطئة كوائد البنات، في كثير من القصص التي جاءت في القرآن الكريم وجاءت في القصص القرآن لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.